السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبو حمزة، كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. الله يجزيك الخير يا رب ويعينك على فعل الخير. أخي، اليوم اتصلوا فيني رقم تليفون غريب وقالوا لي نحن مخابرة. حكوا معي بالتركي أول شي، خليت صديقي يحكي معهم جنبي بالماكينة، يعني بشتغل على الماكينة أنا، فقالوا له إنه نحن من المخابرات التركية ولازم يروح على البيت فورا. فأخذت إذن ورحت على البيت، اتصلت فيه من قدام البيت: وينكم انتوا؟ قال: نحن بالامنيات. كيف الامنيات؟ ما انتوا قلتوا لي نحن عند البيت. قال: نحن بالامنيات، شي ساعتين بيجون عندك اثنين من الشرطه. المهم عيطت وانزعجت هيك، ما بعرف احكي تركي مزبوط بس بقدر استطاعتي يعني. قلت له بدي ترجمان، ما بحكي تركي مزبوط. قام قال لي: خود هي ترجمان من عنا. قام حكى معي واحد من عنده بالعربي، تعرف يعني بيقطش على اساس انه بيحكي عربي يعني هيك تقيل. فقال لي: نحن مخابرات التركيه، وامبارح قبضوا على اثنين معهم كملك زوجتك وكملك زوجتك مزور. قلت له: طيب كيف تتصل فيني تقولوا لي تعال البيت وانتو لساتكم بالامنيات ولسه ليجوا اثنين شرطة بعدين؟ المهم طلعت عليه بالعالي وعيطت هيك عليه، وقلت له بدي اتصل على 155 على الشرطة. قام سكر خط، دقيت على 155 على الشرطة وحكيت معهم، قلت لهم هيك هيك القصة يعني. فاخذوا الرقم مني و قالوا لي: هدول نصابين يعني لا ترد عليهم. قالوا لي: اخذوا شي منك مصاري؟ قلت لهم: لا، ما لحقوا يطلبوا يعني. فقالوا لي: خلاص يعني ما ترد على الرقم. اعطيتهم الرقم للشرطة وبعثت لك الرقم هذا يعني. فنرجو من كل احد يعني حدا يتصل فيه بهالموضوع هذا مشان نصب الاحتيال، انه يكون في عنده حيطة وحذر. والله يجزيكم الخير ولا يوقع حدا بين ايديهم يا رب. السلام عليكم.